عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم مشاهدينا الأكارم في عدد جديد من برنامجكم الأسبوعي ساعة اقتصاد. الجزائر إلى جانب باقي دول العالم تحتفي باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، إجراءات عملية ومتابعة ميدانية دائمة، والتي جاءت بقرارات وتوجيهات هامة من قبل السيد رئيس الجمهورية لتعزيز العدالة الاجتماعية وتحقيق المساواة بين جميع أفراد المجتمع وضمان العيش الكريم للمواطن والتوزيع العادل للثروات والامتيازات، مع تحقيق المساواة في الاستثمار وتكافؤ الفرص للجميع. وأمام هذه الإرادة السياسية القوية التي تهدف إلى تعزيز العدالة الاجتماعية، قرارات هامة تم اتخاذها مؤخرا ببلادنا من خلال زيادات في أجور العمال واستحداث منحة البطالة، مع تعزيز الترسانة القانونية والتشريعية خاصة ما تعلق بالاستثمار. العدالة الاجتماعية في شقها الاقتصادي ستكون محل النقاش خلال هذا العدد من ساعة اقتصاد. بداية أرحب بضيوفي الكرام. أولا أرحب بالسيد خالد بن محمد وهو ممثل عن وزارة الفلاحة. أهلا بك سيدي. مساء الخير. أهلا وسهلا. شكرا. كما أرحب بالسيد محمد مصفاوي وهو ممثل عن وزارة الصناعة. أهلا بك سيدي. مساء الخير. شكرا للاستضافة. شكرا. كما أرحب بالدكتور محمد شريف الضروي وهو خبير في التخطيط الاستراتيجي والتنمية المؤسسات. أهلا بك سيدي. أهلا أستاذ الكريم. شكرا. كما أرحب بالدكتور الهواري تغيرسي وهو خبير اقتصادي وأستاذ جامعي. أهلا بك سيدي. شكرا. بارك الله فيك. شكرا. إذا قبل شروع في النقاش أدعوكم مشاهدينا الأكارم لمتابعة هذه الورقة التي أعدها الزميل عبد الجليل عباس حول تعزيز العدالة الاجتماعية ببلادنا. تعزيز العدالة الاجتماعية ووضع الآليات الكفيلة بتحقيقها وتوفير متطلبات تجسيدها عمليا وتشريعيا من خلال التوزيع العادل للفرص وإنشاء مجتمعات مستقرة وآمنة ورسم مسارات أكثر شمولا واستدامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، وهو ما تسعى إليه الجزائر من خلال السياسات الاقتصادية الهادفة المستندة إلى رؤية شاملة واستراتيجية متكاملة تعتمد على الاستثمار في العنصر البشري وتزويده بالعلوم والمهارات وتأهيله ليكون حجر الأساس في بناء الوطن، والعمل على تحسين أوضاعه الاجتماعية عبر رفع الأجور ودعم قدرته الشرائية والحفاظ على الطابع الاجتماعي للدولة، بما يحقق التوازن بين عمليات الإصلاح والتنمية والعدالة الاجتماعية، ويدعم قدرة الدولة والمجتمع على التكيف والتعامل مع المتغيرات المختلفة، خصوصا في ظل الظروف الدولية الراهنة المتسمة بعدم الاستقرار والتي عرفت ارتفاعا كبيرا في أسعار مختلف المواد الأساسية ذات الاستهلاك الواسع، وكذا العمل على إقامة دعائم صلبة لاقتصاد قوي ومستدام يعطي الأولوية للمنتجات الوطنية عبر دعم المؤسسات الوطنية العمومية والخاصة بكفاءات جزائرية مؤهلة ومساعدة المستثمرين والفاعلين الاقتصاديين الحقيقيين وتشجيعهم على تطوير منتجاتهم وترقيتها، خصوصا في ظل الدعم الكبير والتحفيزات التي أقرتها عديد القوانين والتشريعات على غرار قانون الاستثمار الجديد المدعم بحزمة من الإجراءات الكفيلة بخلق أسس متينة لصناعة وطنية حقيقية قائمة على استثمارات جدية تعطي الإضافة المرجوة في مختلف المجالات والقطاعات، وفتح المجال أمام الشباب للابتكار والاستثمار عبر دعمهم ومرافقتهم ومساعدتهم على تجسيد مشاريعهم وزيادة فرص تكوينهم وتشجيعهم على إنشاء مؤسساتهم الخاصة للمساهمة في تنويع مصادر الدخل والدفع بعجلة النمو في الاقتصاد الوطني. بخطى ثابتة وأكثر واقعية تتجه الجزائر نحو التجسيد الفعلي لمفهوم العدالة الاجتماعية من خلال الإصلاحات الاقتصادية العميقة الهادفة إلى تحقيق الرفاه الاجتماعي والتطور الاقتصادي، من خلال وضع الاستراتيجيات الناجعة والآليات الكفيلة بتحقيق وثبة اقتصادية ونهضة مجتمعية تواكب مساعي الجزائر بلوغ مصاف الأمم المتقدمة.
إذن السيد بن محمد، نشرع معك في هذا النقاش. يعني يعد قطاع الفلاحة قطاع استراتيجي وقطاع هام خاصة في الخريطة الاقتصادية والاجتماعية ببلادنا. اليوم هناك عديد الأجهزة توفرها وزارة الفلاحة لتعزيز العدالة الاجتماعية. في رأيكم ما هي الآليات التي توفرها وزارة الفلاحة من أجل تعزيز العدالة الاجتماعية خاصة ما يتعلق بالمشاريع المصدرة؟ بالنسبة لقطاع الفلاحة، ولن إذا سمحتوا نقدموا الوضع العام لقطاع الفلاحة. تفضل. هو من القطاعات التي تلعب أدوار متعددة الوظائف اقتصادية واجتماعية خاصة. وتجدر الإشارة أن قطاع الفلاحة من القطاعات اللي عندها أثر كبير في الاقتصاد الوطني، كونه يحرز على 3% من النمو المتوسط السنوي. بالنسبة للقيمة المضافة المحصل عليها متحصل عليها حوالي 10% من القيمة المضافة لا فاليو اجوتي، وحوالي 23 مليار دولار الناتج المحلي، قيمة الإنتاج الفلاحي السنوي. وكنا لاحظنا في السنتين الماضيتين خاصة في وقت الكوفيد، جائحة كورونا، وإن كان نتائج القطاع الفلاحي تحصل على في أول مرة في تاريخ الجزائر على قيمة إنتاج تفوق مداخل البترول. هذا الشيء يجعل القطاع عنده متانة وصلابة تجعله يقوم بدوره الاقتصادي وبتحصيل آثاره الاجتماعية عن طريق القيام بمشاريع وتسجيل مشاريع عندها مغزى اجتماعي وتنمية اجتماعية. ونذكر المشاريع اللي قام بها القطاع، حوالي 12,000 مشروع مدمج للتنمية الجوارية PPDRI، اللي كان الهدف منها هو إبراز الاحتياجات من القاعدة إلى القمة بالنسبة للاحتياجات وبالنسبة لتصميم المشاريع خاصة في المناطق الريفية، جلها في المناطق الريفية. والتعداد الريفيين حوالي من 12 إلى 13 مليون نسمة، وإن شاء الله يكون عندنا إحصائيات جديدة مع الإحصاء العام للسكان نعود نوظفوا ونعود نصوبوا الاستراتيجية القطاعية بالنسبة لهذا الموضوع. شكرا. إذن السيد مصطفى، يعني ما هي الإجراءات التي تتخذها وزارة الصناعة باعتبارك ممثل عن وزارة الصناعة من أجل تعزيز أو تجسيد مبدأ العدالة الاجتماعية خاصة ما يتعلق بالعقار الصناعي واستحداث مناطق صناعات مناطق نشاطات؟ شكرا. شكرا للسؤال وشكرا للسيد لافا مرة أخرى. قطاع الصناعة كغيره من القطاعات الهامة في الاقتصاد الوطني، لذلك فإن الإجراءات التي قامت بها وزارة الصناعة في هذا الميدان، ما يخفلكمش أنه أي مشروع استثماري لازم له وعاء عقاري ليحتوي هذا المشروع. وبالتالي فإن وزارة الصناعة وفرت هذه المناطق الصناعية وهي موزعة بطريقة عادلة على المستوى الوطني حفاظا على العدالة الاجتماعية دائما في نفس السياق. لذلك في المناطق الصناعية عندنا حوالي 65 منطقة صناعية هي قيد النشاط، وهي موزعة على حوالي 42 ولاية، كما هناك 630 منطقة نشاط تقريبا موزعة على مستوى 58 ولاية، إضافة إلى 50 منطقة صناعية جديدة تم استحداثها وهي موزعة على 39 ولاية. إضافة إلى كل هذا، فإن وزارة الصناعة خلقت مؤسسات مصغرة على المستوى الوطني. القطاع الصناعي يحتوي منها على 110 ألف مؤسسة مصغرة خاصة، ومجمل المؤسسات العموم المصغرة على المستوى الوطني يبلغ عدده حوالي 1,300,000 مؤسسة على المستوى الوطني في كل المجالات يعني. شكرا سيد مصطفى. سيد حضري، يعني ضروي، ما هي اليوم معالم تعزيز العدالة الاجتماعية أو الطابع الاجتماعي للدولة؟ ما هي معالمه؟
أستاذي الكريم، راح أعطيك يعني التوصيفها بإذن الله، التوصيفة العامة للعدالة الاجتماعية على مستوى مقوماتها وركائزها على المستوى الدولي بطبيعة الحال تحت رعاية الأمم المتحدة وباقي المنظمات العالمية العاملة في المجال بطبيعة الحال وما يحدث في الجزائر. أولا ننطلق من الشيء الرئيسي وهو المهم لدينا هنا، نتكلم عن الطابع الاجتماعي لمسارات الدول، لأنه خلال السنوات السابقة مثلا، خلال السنوات السابقة خاصة في فترة الكوفيد، العديد من الدول حتى الدول الرأسمالية والدول الاقتصادية كانت أعلنت عن يعني رفع اليد عن أي شكل من أشكال الدعم الاجتماعي للشعوب بشكل عام. في الوقت نفسه نجد رئيس الحكومة رئيس الجمهورية في كل خطاب يقول لك أنه يجب المحافظة على الطابع الاجتماعي للدولة الجزائرية، في اجتماعات اقتصادية مع الولايات يقول لك الطابع الاجتماعي للدولة الجزائرية سيكون هو الهدف الأساسي، سيكون هو مسار الدولة الأساسي. فهذا هو المنطلق الأساسي. ثم ننتقل إلى ما يسمى العدالة الاجتماعية للفئات. هنا نتكلم عن الأساسيات للعدالة الاجتماعية، يعني أنه نتكلم عن كل الفئات، سواء الشباب، سواء المرأة، سواء المعاقين، سواء هذه ما يسمى العدالة الاجتماعية للفئات. عندما نتكلم هنا سنجد على أنه كل هذه في السنوات الأخيرة تم دعمها بالعديد من القرارات من طرف السلطة في البلاد، لأنه هنا سنتكلم مثلا عن البطالة. البطالة تم يعني تقديم منحة ومعتبرة، منحة معتبرة ما سميت بمنحة الكرامة للبطال الجزائري لغاية حصوله على وظيفة لضمان كرامة الشاب الجزائري، فهذه موجهة للشباب. عندما نتكلم مثلا عن رفع منحة المنحة الجزائرية للمعاقين، عندما نتكلم عن العديد من الأشكال والصيغ لدعم المرأة، وهنا يمكننا أيضا أن نتكلم عن المرأة الريفية مثلا، فبطبيعة الحال هنا سننتقل إلى عنصر أساسي من عناصر العدالة الاجتماعية ألا وهو المساواة بطبيعة الحال، لأنه العدالة الاجتماعية هو ضمان، حتى يعني نعود للبداية، هو ضمان التنمية والصحة والتعليم والمساواة وغير ذلك مما يعرف بخلق المجتمع المتكامل والمتوازي من خلال هذه المصطلحات. أيضا نتكلم عن العدالة الاجتماعية فيما يخص البرامج. هنا يمكن أن نتكلم كما طرح الأستاذ مثلا عن البرامج المخصصة للمناطق الريفية بطبيعة الحال للوصول بها إلى مستوى معيشي معين. هنا سنتكلم أيضا عن مناطق الدل، التنمية الجوارية، تنمية المناطق النائية، تنمية الحدود، كل هذه نتكلم هنا عن التنمية المتوازنة بشكل عام في الجزائر. مصطلح التنمية المتوازنة ما بين الشمال والجنوب، ما بين الحضر والريف بطبيعة الحال، فهذه من مرتكزات أيضا العدالة الاجتماعية. عندما نتكلم عن مشاريع الموجهة لفئة الشباب، الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، فهو ركيزة ذات طابع اجتماعي ولكن بأهداف اقتصادية لتحقيق العدالة الاجتماعية للشاب والمواطن الجزائري، وبطبيعة الحال الحفاظ على الاستمرارية لهذه المؤسسات حتى لا تكون كل مخصصات الدعم الاجتماعي في كل شكلها لا تضيع بطبيعة الحال في مشاريع لا جدوى منها لفائدة الدولة الجزائرية. لأنه الهدف الأساسي، ممكن يظن البعض على أنه العدالة الاجتماعية هي عبارة عن أموال دولة توزع على فئات معينة في برامج معينة لضمان حياتها وما يسمى كرامة الحياة. أستاذي الكريم، لا، هذا مصطلح ناقص أو تعريف ناقص، لأنه الهدف الأساسي من العدالة الاجتماعية هو الوصول إلى الاستقرار الاجتماعي، ومن ثم الانطلاق في البناء الاقتصادي. ما علاقة الاقتصاد بالعدالة الاجتماعية؟ علاقة جد متينة ومتكاملة، لأنه كل ما كانت فيه الجبهة الاجتماعية على مستوى من المساواة، مستوى من لديها مختلف أشكال الدعم، فبطبيعة الحال ستحقق ما يسمى الوعي، ما يسمى الاستقرار الاجتماعي من خلال مدركات الوعي على أنه فيه
توزيع عادل للثروة. لذلك هنا ستتكلم عن طبقة اجتماعية يمكن من خلالها وضعها على السكة حتى تكون هي القاطرة الأساسية في البناء الاقتصادي، لأنه لا تبنى الاقتصادات بدون مجتمعات، لا تبنى المجتمعات بدون استقرار اجتماعي، ولا يوجد استقرار اجتماعي في غياب عدالة اجتماعية. شكرا سيدي. الدكتور تيغرسي، يعني إصلاحات اقتصادية كبيرة بشرتها الجزائر كان لها أثر مباشر كبير على الوضع الاجتماعي للمواطن من خلال خلق الثروة وتوفير مناصب شغل، خاصة شفنا 3 سنوات الأخيرة رفع العراقيل العديد من المشاريع، قانون جديد للاستثمار، كل هذا يعني إصلاحات اقتصادية عميقة سيكون لها أثر مباشر على المواطن. أكيد، ولكن من المقابل لازم نحن تكون عندنا معرفة بالنسبة للتعريف خاصة العدل الاجتماعي، إنه إشكالية بالنسبة للمنظومة بصفة عامة، ولازم نعرف أنه الاجتماع العدل الاجتماعي الحقوق والواجبات، معناته لازم نذكر كذلك الحقوق تاع المواطن، لأنه هنا نحكو على طبعا حقوقه ولكن ما حكيناش على طبعا الواجبات نتاعو، كيف يمكن أنه يقدم خدمة حتى الثانية اللي مرتبطة بالجانب هو الفوائد الأساسية والتعاون، وغالبا تشمل مؤسسة على الضرائب، وهنا لازم نحكوا على إشكالية الضرب، إشكالية التأمينات الاجتماعية اللي شفناها في كثير القوانين الأخيرة خاصة بالنسبة للبطالة، شفنا أنه كل الفئات الخاضعة طبعا للبطالة عندها تأمينات اجتماعية، وهذا اللي يحدث طبعا استقرار اجتماعي مهم. الحاجة الثالثة الصحة العامة، لأنه الحمد لله أنه الصحة في الجزائر ومجانية الصحة في الجزائر، وهذا وفاء بالنسبة لعهد من عهد نوفمبر. النقطة الأخرى اللي هو المدارس الحكومية ودورها، لأنه تقريبا إلا تقريبا الجزائر، خلينا نقول لك في الدول الإفريقية اللي ما زالت مجانية التعليم، وهذا طبعا مكسب بالنسبة للشعب الجزائري، لأنه تقريبا لما نشوف الجامعات تقريبا كل سنة يتخرج 300,000 طالب، لما نشوف المدارس اللي موجودة، لما نشوف أنه الإمكانيات طبعا اللي موجودة حتى في الدراسات العليا. نقطة أخرى فيما يخص الخدمات العامة بصفة عامة. نقطة أخرى كذلك بالنسبة لقانون العمل اللي يحمي طبعا العمل. نقطة أخرى بالنسبة لضمان توزيع عادل بالنسبة للثروة وطبعا تكافؤ الفرصة، لأنه هذا لما نشوفه طبعا الأستاذ كان يحكي لها قوانين مهمة جدا بالنسبة لقانون الاستثمار طبعا ودوره في المراحل القادمة، شفنا أنه قانون هذا تقريبا يعطي نفس الفرصة وطبعا يحقق العدالة اجتماعية بين كل، معناته أنه لذلك أنه انتقلنا من هذا القانون إلى منظومة كلاسيكية ورقية إلى منظومة رقمية دون معرفة هذه الأشخاص اللي كانت موجودة، ولكن بالمقابل كل العالم تقريبا يعاني من فجوة اجتماعية. ولما نقول فجوة اجتماعية ما انتقدت تقريبا كل النقاط اللي ذكرناهم، وكذلك بالنسبة للفجوة الاقتصادية، لأنه كما قال الأستاذ إلى كان ضعف في هذه الفجوة وكبرت الفجوة الاقتصادية سوف تؤثر على طبعا الفجوة الاجتماعية. مهم جدا نحكي على الجانب هذا، ولكن كيف يمكن استغلال أكثر للإمكانيات الوطنية. ذكر الأستاذ على نقطة مهمة جدا بالنسبة للصناديق الموجودة بالنسبة لخلق المؤسسات في الجزائر، الهدف منها ما هوش طابع اقتصادي بحت ولكن طابع اجتماعي. نعطيكم مثال لحد لحظة هناك طبعا إصلاحات فيما يخص الوكالة طبعا لاناد، وأريد طبعا إلى إرجاع هذه الوكالة إلى الصناديق، ولكن تم رفض هذا من جانب السلطات العمومية وتحويلها بنفس المنطق اللي أنشئت عليه، أنه حفاظ على الطابع الاجتماعي بالنسبة للدولة الجزائرية من خلال طبعا الحماية الاجتماعية لكل المؤسسات من كل الفئات الاجتماعية. نعم ضروري أنه يكون إصلاح عميق بالنسبة للمؤسسات حتى في طريقة التمويل، حتى في طريقة اختيار المؤسسة، ولكن يبقى أنه هذا الصندوق والقيمة نتاعو الهدف منها كيف يمكن إعطاء أكثر منظومة أو دعم اجتماعي بالنسبة للمؤسسة. خاصة أن الشباب هم الأول اللي يتوجه لهذا الصندوق. نعم، شفنا كثير من القرارات اللي صدرها السيد رئيس الجمهورية في آخر مرحلة، عدم متابعة لما نحكوا على هذا القانون أو لما نشوف ضمان القروض أو صندوق ضمان القروض، شفناه مؤخرا
أنه المؤسسات اللي عندها مشاكل فيما يخص تسديد القروض تذهب طبعا تسوي المشكل معها. المؤسسات اللي عندها ديون طبعا صندوق ضمان القروض يشري هذول طبعا هذه القرارات المهمه بالنسبه للجزائر منصبهم تقريبا في ولد ولا في العالم، وبالتالي انه ضروري انه هناك امكانيات كبيره في الجزائر، وطبعا ضرورة الحفاظ والاستقرار الاجتماعي، لأنه لا يمكن نحكي على ذلك نقطة مهمة جدا، لا يمكن طبعا تحدث هذه الفجوة ونحكي في الأخير أنه العدالة أو المساواة، أنه لما تكون عندك استقرار اجتماعي من خلال كل الفرص اللي حكينا عليهم تلاحظ أنه هناك استقرار اجتماعي، وطبعا هناك النية، لأنه لما نشوف المراحل السابقة كل نسمع هجرة جماعية بالنسبة لكل المواطنين، ولكن بدينا نشوف فكرة عودة بالنسبة للمهاجرين، وعودة بالنسبة لي داروا تجربة، وعودة بالنسبة لي داروا ثروة إلى الجزائر. أنه خلينا أقول لك أنه كثير من المؤسس حتى الأجنبية حتى بالنسبة للدول الجوار تريد الاستثمار في الجزائر، لأنه هناك استقرار طبعا اجتماعي في الجزائر، وهناك طبعا عدالة في الجزائر، هناك طبعا استقرار تشريعي، ولكن بالمقابل ننتظر دائما أنه تكون سنة 2023 نهاية كل الإصلاحات، سواء بالنسبة للإصلاحات الاقتصادية أو سواء بالنسبة للإصلاحات الاجتماعية وحتى طبعا كثير من الإصلاحات، ورانا نشوف أنه تقريبا هي هذه التشريعات وهذه الإصلاحات موجودة على طبعا قبة البرلمان ومناقشة يومية بالنسبة لكل اللجان، كل اللجان تقريبا في عمل يومي، ونشوف أنه الخرجات الميدانية بالنسبة للبرلمان الهدف منه كيف يمكن الإحداث والحفاظ خاصة على الطابع الاجتماعي بالنسبة للدولة الجزائرية، وطبعا القضاء على بؤر طبعا توتر في كثير من المشاكل الاجتماعية والاقتصادية كذلك. شكرا دكتور سيد بن محمد. يعني أيضا من أساس العدالة، أسس العدالة الاجتماعية أيضا هي خلق مناصب شغل في المناطق الريفية، سواء بالنسبة للشباب أو حتى أيضا المرأة. ما هي جهودكم في ذلك؟ جل مجهود القطاع الفلاحي يصب في هذا المجال، في مجال بعث مشاريع تنموية اقتصادية في الأقاليم الجزائرية الريفية. لا يوجد هناك أقاليم دون مستقبل، بل هناك أقاليم دون مشاريع تنموية، هذه هي المشكلة البروبليماتيك، وأقاليم ومشاريع تنموية. ويقوم قطاع الفلاحة في صب عدة مشاريع في جل الأقاليم اللي معروفة في الجزائر، المستوى الشمالي والهضاب العليا، الساحل، المناطق الجبلية، المناطق الهضاب العليا، السهوب، الصحراء والصحراء الكبيرة. في كل هذه المناطق هناك مميزات خاصة تجعل النشاط الاقتصادي ولا الفلاحي موجه حسب الموارد الطبيعية. وتجدر الإشارة أن المجهود اللي يقوم به القطاع هي 85% من الميزانية السنوية للقطاع هي تحويلات اجتماعية. بمعنى أن جل الميزانية تاع قطاع الفلاحة توجه إلى دعم ودعم المواطنين بصفة غير مباشرة بالنسبة للمواد واسعة الاستهلاك، الحليب، الحبوب، اللحوم، الأسمدة، كل ما يدخل في الاقتصاد الفلاحي ومدعم. قطاع الفلاحة ما يدي غير 15% من الميزانية تاعه، حوالي 750 مليار دينار جزائري، 630 أكثر من 630 مليار موجهة للتحويلات الاجتماعية، وهذه تصب لمن؟ تصب لجل شرائح المواطنين المجتمع. بالنسبة للمشاريع اللي قلت يقوم بها القطاع، القطاع كمحفز كاتاليزر يجعل هناك ظروف إنشاء مشاريع في هذه الأقاليم لتجعل من الدورة الاقتصادية تنمو وتبدأ. على سبيل الذكر لا الحصر،
المشاريع اللي قام بها القطاع، اولا تهيئه الاقاليم اللي هدرنا عليها هي المناطق الجبليه، المناطق الهضاب العليا بشتى انواع انتاجاتها، مناطق السهوب، هناك برامج تهيئه النباتات السهبيه لي بلونت باستورال، خاطر هناك نشاط اقتصادي عريق هو تربيه المواشي، يقوم على المورد النباتي الطبيعي، ورانا في وقت وين التغيرات المناخية تجعل هذا المورد ناقص، تدخل الدولة عن طريق وزارة الفلاحة للدعم باش تعاون الموال، تعطيه الشعير وتعطيه النخالة، هادو كل يصبوا في التحويلات الاجتماعية والدعم. بالنسبة للمشاريع، هناك مشاريع، مشروع التشغيل الريفي لومبلوار رورال بطوريه الأول والثاني، الأول كان ممول من طرف البنك العالمي، والثاني قامت به الجزائر بتمويل خاص نتاعها تاع الدولة الجزائرة في أكثر من 10 ولايات. وكان هناك مشاريع يعني رائعة في توفير فرص العمل للساكنة الريفية باش يكون عندهم مشاريع اقتصادية. ما نعتبروش الريفي، الساكن الريفي ولا الناشط الاقتصادي الريفي كعبء، هذا متعامل اقتصادي، نعطيه له الفرصة باش ينمو إلى مستوى وين يحصل على نشاط اقتصادي ليمكنه من تحسين المداخيل نتاعو. سيد بن محمد دائما نتحدث على لي برودوي دو تيغوار هذوك، رانا الحقيقه راني جاي. المشروع الثاني اللي تجدر الاشاره ليه هو مشروع المراه الريفيه. هناك عده تجارب قام بها القطاع عن طريق في بعض المناطق لبعث النشاطات لتلائم المراه الريفية بالنسبة للنشاط الانتاجات التقليدية، وبالنسبة لاستغلال الموارد الطبيعية النباتية كما النباتات العطرية والصحية لي بام بلونت اروماتيك ميديسينال. النساء الريفيات اللي تكونوا عن طريق جمعيات ولا عن طريق تمويل هذه المشاريع، ولو عندهم الامكانات التقنية والعتاد اللي يمكنهم من يستغلوا هذه الموارد ويجعلوا نشاط اقتصادي على مستواهم بالنسبه لبيع الزيوت الطبيعيه، زيت تاع الذرو، الويل دو لونتيس عندها فائده كبيره، يستعملوها ويستغلوها وحسنت مداخلهم. عندك مشروع الجديد هذا اللي راهو في 3 سنوات رانا نتكلموا بزاف عليه، هي المقاربه الجديده لاعاده بعث وتوسعه السد الاخضر بجميع القطاعات اللي تدخل فيه، الاجتماعية، البيئية، الطبيعية، الاقتصادية، وخاصة الاقتصادية، لأن هناك مشاريع حراجية، يعني الغراسات الغابية هي غراسات تمكننا من تحسين مداخل الساكنة والمستغلين. قمنا بدراسة حول تحويل المناطق اللي عندها مردودية في الحبوب صغيرة جدا بسبب التغيرات المناخية. كان مناطق كانوا يديروا فيها الانتاجات الواسعة ولي غروند كولتور اللي ولات غير مجدية بالنسبة لتساقط الأمطار، نقص الأمطار في هذه المناطق. قمنا بإنشاء مشاريع وتمويل مشاريع لتحويل هذه الأراضي لغراسات أشجار المقاومة للجفاف، لاغوبوغيكولتور روستيك المقاومة، لتمكن من المستفيدين من موارد مالية ومن موارد غذائية لتفيد العائلة تاعو وتفيد الناحية اللي راهو فيها، يقدر يبيع بالنسبة للتدخلات يعني العاجلة في حال الأزمات. قطاع الفلاحة هو من بين القطاعات الأولى اللي تكفل بتعويض الريفيين والمستثمرين خاصة الصغار منهم اللي في المناطق النائية والمعزولة،
في حال نشوب حرائق، في حال انجرافات، في حال يعني صبيب المياه بكثرة. قطاع الفلاحة عن طريق مؤسسة الهندسة الريفية، مجمع الهندسة الريفية جروب جيني رورال، هو الأول اللي يتقدم ويعوض المستثمرين بتوريد الحيوانات الصغيرة الماشية، الماشية، إعادة تهيئة كل المباني لتربية المواشي اللي تأثرت بالحرائق. وهذا الشيء كل يقوم به قطاع الفلاحة من وراء الستار، ما نكثروش الهدرة. لو كان الواحد يحصي الموارد المالية اللي ضخها القطاع بالنسبة لهذا الشق برك التعويضات، شيء لا يصدق. عندنا النشاطات العادية يعني القطاع بالنسبة لتموين ربط المستثمرات الفلاحية بالكهرباء، سنتحدث عن هذا لاحقا. شكرا سيد المحمد. سيد مصطفى، يعني اليوم تحدثنا عن هناك قانون استثمار جديد، هذا حمل هذا القانون عديد المزايا، خاصة المساواة والتكافؤ الفرص بين جميع المستثمرين، يعني كيف يظهر ذلك في هذا القانون؟ شكرا. القانون قانون الاستثمار 22/18 صادر في 24 جويلية 2022 حمل فعلا مبادئ، ثلاث مبادئ أساسية. المبدأ الأول هو مبدأ الحرية، أي لأي شخص الحرية في الاستثمار، مهما كانت عرقه، مهما كانت جهته، مهما كانت صفته، أنه عنده الحق في الاستثمار. ثاني مبدأ هو مبدأ المساواة، المساواة يتساوى جميع المستثمرين في جميع الحقوق اللي يمنحها لهم والمزايا اللي يمنحها قانون الاستثمار. ثالث مبدأ وهو مبدأ الشفافية، الشفافية في دراسة الملفات أو في منح الاعتمادات أو الامتيازات، دائما نحافظ على مبدأ الشفافية، وهذا يدخل دائما في إطار العدالة الاجتماعية. من بين المزايا أو التحفيزات التي جاء بها قانون الاستثمار، هناك ثلاث أنواع من التحفيزات، التحفيزات حسب القطاعات ذات الأولوية، ثانيا التحفيزات حسب المناطق التي توليها الدولة أهمية خاصة، وثالث تحفيز وهو نظام التحفيز الموجه للاستثمارات المهيكلة. هذا كتحفيزات. أما فيما يخص الدولة، قد وضعت إطار مؤسساتي لهذا الاستثمار، وهو المجلس الوطني للاستثمار، والوكالة الجزائرية للاستثمار، وكذا لجنة وطنية لدراسة الطعون، لجنة وطنية تحت رئاسة الجمهورية لتدرس طعون المقدمة من طرف المستثمرين وإمكانية الرد عليها. من بين المزايا كذلك اللي جاء بها قانون الاستثمار الجديد، وهي الإحفاء من الحقوق الجمركية، الإحفاء من على الرسم من الرسم على القيمة المضافة، الإحفاء من دفع حق نقل الملكية بعوض والرسم على الإشهار العقاري على كل مقتنيات العقارية، الإحفاء من حقوق التسجيل المفروضة فيما يخص العقود التأسيسية للشركة وزيادات في رأس المال، الإحفاء على حقوق التسجيل والرسم العقاري وعلى الإشهاري ومبالغ الأملاك الوطنية المتضمنة لحق الامتياز، الإحفاء من الرسم العقاري على الملكيات العقارية تدخل في إطار الاستثمار لمدة 10 سنوات ابتداء من تاريخ الاقتناء. كل هذه الامتيازات جاء بها قانون الاستثمار وتدخل حيز التنفيذ، إضافة إلى هناك خلق وكالة الجزائرية للاستثمار ومنصة رقمية للمستثمر، حتى المستثمر اليوم يقدر يقدم الطلب تاعه عن طريق المنصة الرقمية هذه. شكرا. السيد الذروي، يعني هناك جهود كبيرة بشرتها الجزائر خلال السنوات الأخيرة، خاصة بخصوص ما يتعلق بالإطار التشريعي وإصلاح المنظومة القانونية، يعني المصلوع المنظومة القانونية والإصلاح التشريعي له أثر مباشر وكبير على العدالة الاجتماعية. نعم، بطبيعة الحال أستاذي، عندما نتكلم عن العدالة الاجتماعية فبالدرجة الأولى فنحن نتكلم عن أموال الدولة، لأنه عندما نتكلم عن مجانية الصحة وكما قال الأستاذ مجانية التعليم، وحتى كانت كار الأستاذ نقطة مهمة وسي
فيما يخص الجالية بالمهجر، لأنه أصبحت الآن تدمج في إطار العدالة الاجتماعية من خلال فتح المجال لها أنها يكون لها حق في التقاعد من خلال نظام خاص بها في صندوق التقاعد، من خلال الحق في السكن بمختلف الصيغ. فهذه بطبيعة الحال صيغة من صيغ المساواة بطبيعة الحال مخصصة للجالية بالمهجر. قلت لك أستاذي، فنحن نتكلم كل هذه المجانية، كل هذه الأموال التي تضخ في إطار التحويلات الاجتماعية والدعم الاجتماعي، خاصة لما تسمى القفة الاستراتيجية، لأنه عندما نتكلم عن الزيت والحليب والخبز فهذه تعتبر منتجات منتجات أساسية تسمى في البورصات الدولية، تسمى القفة الاستراتيجية، لأنه كل مواطن في العالم، كل إنسان في العالم، هذه القفة مهمة في حياته، سواء أمريكا أو الجزائر أو غير ذلك. لذلك عندما نتكلم عن هذه الكتلة المالية، في بطبيعة الحال يجب أن يكون في الإطار التشريعي التي أولا الذي يحيط بهذه الكتلة المالية الضخمة لحمايتها من كل شكل من أشكال الفساد أو التبذير أو العشوائية في التسيير أيضا، لأنه العشوائية في التسيير أيضا تنقص من 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 الموجهات من هذه الأموال للفئات المعوزة أو الفئات الموجه إليها هذا الدعم. أيضا عندما نتكلم عن الجانب التشريعي والقانوني، فنحن نتكلم عن الهيكل الأساسي لهذه العملية، فأنت تتكلم عن ذلك النقطة المحورية في هذا في هذه الكتلة المالية. عندما نتكلم أيضا عن قانون الاستثمار مثلا، فبطبيعة الحال التشريعات أولا يمكن أن نقول هي ذلك المفتاح الذي يضمن السلاسة والمرونة في الممارسة المالية لضمان العدالة الاجتماعية من خلال توزيع الثروة بشكل مدروس، بشكل تقني، بشكل موجه ودقيق. أيضا هي في حد ذاتها هذه المنظومة التشريعية القانونية هي الضامن لوصول الأموال والمخصصات بكل أشكالها إلى الفئات المطلوبة، وسواء فئات مجتمعية أو حتى فئات مؤسساتية من خلال القطاعات بطبيعة الحال. أيضا عندما نتكلم عن المنظومة التشريعية حتى من خلالها في إطار بناء الدولة، فأنت عندما تتكلم هنا فأنت تصبح تتكلم من خلال الفكر الاستراتيجي. الفكر الاستراتيجي أستاذي الكريم هو أنه ليس قرارات الدعم أو قرارات منح تأتي بطريقة اعتباطية أو تأتي من خلال دراسة تقنية، لأنه الدراسة التقنية في حد ذاتها يجب أن يكون لها ذلك الغلاف أو الإطاري، ذلك الشكل الإطاري الذي يضمن أولا مصداقية العملية في حد ذاتها بناء على العديد من المعطيات، وأيضا حماية المشرف على العملية، لأن الجزائر عانت في سنوات سابقة من العديد من أشكال الفساد، والفساد مس حتى أموال المخصصة للدعم والموجهة للدعم العديد من الفئات، وسمعنا بالعديد من القضايا. لذلك المسؤول الآن أصبح يبحث عن المظلة القانونية حتى يكون في أريحية في ممارسة صلاحياته في إطار توجيه المخصصات المالية والدعم بكل أشكاله كما قلنا للفئات المطلوبة. شكرا سيدي. دكتور تغرس، يعني اليوم محاربة البيروقراطية ورفع العراقيل أيضا لها أثر مباشر على العدالة الاجتماعية. طبعا، لأنه نهدف إلى تحقيق مثلا إشكالية الأمن الغذائي، لأنه لما نشوف طبعا ترتيب الجزائر في المرحلة القادمة السابقة تقريبا الأول إفريقيا حسب منظمة الفاو، وهذا طبعا لا يمكن نيتا أو يتأتى هذا الأمن إلا طبعا عبر تحقيق عدة استثمارات. ولكن لاحظنا الإشكالية اللي كانت موجودة في الجزائر المرحلة السابقة هي طبعا إشكالية العراقيل البيروقراطية، سواء بالنسبة لي كل الإدارات اللي الحمد لله بدينا نروحنا إلى مرحلة واحدة أخرى، رقمنة المنظومة بصفة عامة، معناتها المنظومة الاجتماعية والاقتصادية والإدارية، للوصول على الأقل الشفافية فيما يخص التعامل، لأنه هذه نقطة مهمة جدا. وهنا نحكي ما بين قوسين إشكالية اللي مازلنا نعانوا منها، اللي هو إشكالية الدعم الاجتماعي. مهم جدا، نحكوا لأرقام خيالية تقريبا 17 مليار دولار، ولكن هناك قوانين ذكر الأستاذ على قضية تشريعات للبرلمان صادق في المادة 188 من خلال طبعا هذا القانون، قانون المالية 2022، طبعا لإيجاد حلول في المراحل السابقة. والأستاذ كان ذكر الإشكالية بالنسبة لعملية الإحصائية لحساب العام السكان اللي ننتظر طبعا المراحل القادمة لإيجاد تسوية للمشكل، لأنه كل صراحة لما نقول أنه دعم اجتماعي كبير
ولكن المواطن الغني يستفاد 12 مرة مقارنة مع المواطن البسيط. هذا يولي لا عدل اجتماعي، لأنه الأموال مضخة من طرف السلطات العمومية لدعم المواطن، ولكن بالمقابل معناتها الدعم هذا يولي لا عدل. ينبغي طبعا، هذا شفنا إصلاح المنظومة من طرف السلطات العمومية، رقمنة كل العملية من خلال قوانين مهمة جدا، لأنه قلت لك المواطن البسيط أو طبعا الزواري إحنا، والمواطن الغني يستفاد 12 مرة حسب طبعا الخبراء في الجانب هذا. وبالتالي أنه هناك كثير من النقاط المرتبطة بالدعم، حتى أنه نقطة أخرى مرتبطة بالأمن طبعا الطاقوي والتحول الطاقوي اللي موجودة في الجزائر، واللي شفنا أنه الأزمة الاقتصادية الأخيرة بالنسبة لأزمة طبعا أوكرانيا وروسيا أثرت على دول أوروبا، شفنا فاتورة مرتفعة بالنسبة للمواطنين، وحتى أنه الحكومات عرفت أنه لازم تقدم دعم بالنسبة للمواطن. نظن الجزائر عندها تقريبا منذ الاستقلال وهي تقدم في الدعم فيما يخص طبعا هذا المواطن، لأنه المراحل القادمة كيف يمكن أنه إيجاد حلول أكثر نضج، لأنه الأستاذ كان يحكي على منظومة فلاحية ودعم الدولة بالنسبة للمنتج وبالنسبة للفلاح، ولكن بطريقة واحدة أخرى لما لا طبعا ندخل طريقة التأمينات وندعم التأمينات بطريقة مباشرة. هذه إشكال كيف يمكن طبعا إيجاد حلول طبعا ممكن تساعد هذا الفلاح، ولكن تعطي أكثر الدفع بالنسبة للفلاح باش يغامر وباش يراقب وباش يتبع في الجانب هذا. مهم جدا، لأنه أموال كبيرة بالنسبة لعملية الدعم مثلا. المرحلة القادمة كيف يمكن أنه نحول هذه المنظومة الدعم إلى منظومة إنتاجية مباشرة، لأنه نعانوا من مشكلة طبعا في الفلاحة اللي هو إشكالية الحليب، إشكالية اللحوم، إشكالية السكر، ولكن رغم أن السلطات العمومية طبعا تكلفة كبيرة جدا والضحي بالتكلفة هذه، كيف يمكن طبعا إيجاد استراتيجية في المراحل القادمة لوضع طبعا هذه المنظومة الفلاحية طبعا في الواقع الاقتصادي. وهنا الحلول طبعا ممكن، ولكن الدعم يبقى دائما بالنسبة للحفاظ على الطبقة الاجتماعية إلى غاية طبعا إيجاد حلول في المراحل القادمة. نظن كان هناك طبعا نقاط كثيرة خاصة فقط مش من الأمن الغذائي، وحتى طبعا بالنسبة للأمن الطاقوي، حتى بالنسبة للأمن المائي، لأنه إشكالية بالنسبة للجزائر طبعا لما نشوف إفريقيا كلها وتعاني من الجانب هذا، ما عدا في الجزائر نظن الحمد لله، لأنه هناك استثمارات لما نشوفه طبعا الاستاسيون تاع تحلية المياه تقريبا 19 المحطة موجودة في الجزائر، لما نشوف الأراضي المسقية اللي كانت تقريبا عندنا 350 ألف وصلت إلى 1.5 مليون، كل هذا طبعا الحفاظ على الطابع الاجتماعي بالنسبة للمواطن. وسامزاك فقط مهم جدا نحكو على طبعا دور السدود في هذه المرحلة، نحكو على الاستثمار، لأنه قانون الاستثمار مهم جدا وفيه فيه فيه طبعا أمور كبيرة جدا. لأول مرة نجيبوا قانون رقمي بامتياز، ولكن بالمقابل عندنا مشاكل واحدة أخرى، ضرورة إصلاح هذه المنظومة من خلال العقار. ولما نحكي على العقار الفلاحي مثلا في الجزائر تقريبا نظن يسندني الرأي في الجانب هذا، تقريبا 49 مليون هكتار، وما طبعا ما هو مستغل أقل من 9 مليون اللي هي 8.5. كيف يمكن إعداد استراتيجية، لأنه الإمكانياتنا تاعنا أو الإمكانيات المالية كبرت، والاستراتيجية يجب أن تكبر أكثر في المراحل القادمة لاستقطاب المستثمر المحلي والاستقطاب طبعا المستثمر الأجنبي، لأنه المستثمر المحلي لحد اللحظة الحمد لله نستقطب فقط 10%. قانون الاستثمار قلنا ننتظر منظومة رقمية للمراحل القادمة، ننتظر طبعا تنصيب كثير من الأمور من بينها مجلس التعاون، ننتظر كذلك قضية العقار اللي هو طبعا في مراجعة، وطبعا استقطاب أو استرجاع العقار اللي كان موجود واللي طبعا لم يستغل. فقط نعطيك مثال فقط بالنسبة للعقار، ولاية من الولايات تقريبا 630 عقار موزع، ولكن مستغل تقريبا أقل من 30. كيف يمكن استرجاع أو استغلال؟ أنا ما قلتش أنه نسترجع كلهم، إذا كان المشاكل كانت موجودة بيروقراطية في المراحل القادمة بالنسبة لهذا العقار، ولكن حتى بالنسبة لي كيف يمكن طبعا
الحصول على معلومات رقمية حقيقية باش تعطينا أكثر شفافية، لأن المراحل القادمة نريد تحقيق هذه المساواة وهذه العدالة، نعم، ولكن بمنظومة رقمية اللي ممكن نطمح باش حققنا الشفافية فيما يخص الاستثمار، فيما يخص طبعا الفلاحة، فيما يخص العقار، فيما يخص عديد من الملفات، فيما يخص الرقم اللي قلت لك 17 مليار بالنسبة لعملية الدعم. كل هذا ممكن راح يعطينا منظومة اجتماعية أحسن من هذه. شكرا دكتور طاهر السيد بن محمد. يعني نحن اليوم أمام رهان تثبيت الساكنة خاصة في المناطق الريفية، ما هي الآليات التي تعتمدها وزارة الفلاحة من أجل تثبيت الساكنة، خاصة ما يتعلق بفتح المسارات، توفير الكهرباء الريفية، كل ذلك؟ كل النشاطات اللي تقوم بها وزارة الفلاحة تصبو إلى تثبيت الساكنة الريفية، عندها عدة صيغ لكن المغزى واحد، المغزى هو تثبيت الساكنة الريفية وخلق نشاطات اقتصادية تحسن من مدخول ذات الساكنة. كنا ذكرنا أولا القوة الاقتصادية والتأطير الاقتصادي تاع القطاع بالنسبة للأرقام اللي أعطيناها، وذكرنا المشاريع اللي قام بها القطاع كمشاريع تحفيزية خاصة الفئة المعنية، يعني ماشي فئة لكل الشرائح، لكل الفئات. ونذكر ثاني في هذا المجال كنهضر الأستاذ على العقار الفلاحي، والعقار الفلاحي هو باب من أبواب الولوج إلى الاقتصاد الإنتاجي في الفلاحة، أن العقار هو الأساس تاع الإنتاج الفلاحي. منذ يعني سنوات الثمانينات والجزائر تعرف إعادة بلورة القوانين من أجل بعث الإنتاج الفلاحي، وكل خطرة نعود نصوبوا هذه الإجراءات القانونية والإجراءات التنظيمية باش نتمكنوا نستغلوا أحسن استغلال للمورد هذا تاع الاصل البوتنسيال الباتريمون، الاصل اصل التربه المنتجه. عندنا 49 44 مليون هكتار حوالي الاراضي الفلاحيه، مجمل الاراضي الفلاحيه، لكن الاراضي الصالحه للاستغلال هي 8.5 8.6 المستغله الصالحه للاستغلال، لا سيرفاس اغريكول اوتيل صالحة للاستغلال، منها المستغلة، منها المستغلة عام بعامين حسب الظروف المناخية، حسب الإمكانيات المالية للمستثمرين. وهنا القطاع الفلاحة يعاون الفلاحين هذو باش بالتمويل المواد، أسمدة، الحبوب، كريدي فورنيشور، يعطينهم قروض تمويلية، يعطيهم جميع المدخلات، والإنتاج كي ينتج الفلاح يصب الإنتاج تاعه عند التعاونيات الحبوب مثلا، وتعاونيات الحبوب تأخذ حقوقها والباقي تعطيه للفلاح عن طريق صكوك. نوليو لهاد المعلومتين هاد الاثنتين تاع المستثمرات الفلاحية الجديدة والمستثمرات الفلاحية التي تنشط عندها مشاكل. الشق الأول، قامت الوزارة بتمويل حوالي 2 ملايين هكتار دراسات تقنية اقتصادية لأراضي فلاحية صالحة للاستصلاح الفلاحي، وتوزعت بعض الأراضي عبر يعني إجراءات، والإجراءات كل خطرة نعاود نصوبوها، لأنك تدير إجراء تجربه في الميدان وتتلقى عودة الخبرة لو روتور ديكسبيريونس ونعاود نصوبه. كانوا هناك منشورين وزاريين مشتركين 108 و 1839 اللي أطروا الحصول على أراضي فلاحية للاستثمار عن طريق الامتياز، لا كونسيسيون اغريكول. وهاد المنشورين الاثنين علمونا حسب عوده الخبره حاجات بزاف اللي جعلونا نقوموا ب نص قانوني تنفيذي
مرسوم تنفيذي لأطر كل المجال تاع الحصول على الأراضي الفلاحة عن طريق الامتياز مع النصوص التطبيقية تاعه. وهناك ديوانين، هاد الديوانين يقوموا بإصدار عن طريق منصات رقمية، هذه باش نهضروا على الشفافية، لإعلانات مشاريع، إعلانات عن مشاريع. اللي عنده مشروع يقدم المشروع تاعو ويدير الخطة العملية البزنس بلان، ويدير القدرات المالية تاعو، ويرقن المعلومات تاعو، وتقوم هناك لجنة متعددة الاختصاصات بدراسة الملفات هذه، ومن بعد تعلن على النتائج للاستثمار. وهنايا يخضع هذا الاستثمار لعدة شرائح من المستثمرين. هناك المستثمرين الشباب اللي ما عندهمش إمكانيات مالية كبيرة، هذوك اللي يخليوهم على حواف المدن ويعطيوهم مستثمرات فلاحية صغيرة من 2 هكتارات حتى 10 هكتارات. وعندك المستثمرين المتوسطين، هذوك اللي يروحوا من 10 حتى 15 20 حتى 50. وعندك المستثمرين اللي قادرين، اللي عندهم امكانيات من 50 الى فوق حتى 250. هذه بالنسبه للفئه الاولى. الفئه الثانيه هي الاستثمارات المهيكله في الانتاجات الاستراتيجيه كالحبوب محاصيل الكبرى، الانتاجات الزيتيه لزولياجينو، كل ما هو مستورد وقابل للإنتاج في الجزائر، دعم الوزارة بالتسهيلات للولوج إلى المستثمرات هذه، وتكون المساحات من 250 هكتار إلى ما فوق. ورانا في صدد تقييم النداء الثاني، النداء الأول اللي قدموا هذا الديوان الوطني لتنمية الزراعات الاستراتيجية في أراضي الصحراوية لوداس، دار نداء أول 134,000 هكتار، والنداء الثاني 97,000 هكتار. ورانا في طور تقييم هذه التجربة هذه، وإعادة استرجاع الأراضي كما كان يقول الأستاذ اللي ما قدروش يستغلوها المستفيدين منها، وإعادة دمجها في نداءات مقبلة إن شاء الله، لكي الأرض الفلاحية والأرض القابلة للإصلاح الفلاحي تكون موجهة للإنتاج ولا لاستغلال ريعي. قال أنا عندي الأرض ونحوس على فرص تجارية ونتلاعب بالأراضي الفلاحية. شكرا سيدي. سيد مصطفى، يعني تحدثنا منذ قليل على رقمنة القطاعات، من أهم القطاعات الاستراتيجية قطاع الصناعة. اليوم ما هي مرحلة الرقمنة في قطاع الصناعة اليوم؟ شكرا. فيما يخص الرقمنة، فإن قطاع الصناعة هو بصدد مشروع رقمنة القطاع وكل المديريات الولائية أو المجمعات التابعة له، وهذا لتسهيل وصول المعلومة أولا، وثانيا لتقريب الإدارة من المواطن وتسهيل وتبسيط الإجراءات الإدارية. كذلك قامت الوزارة باستحداث منصات رقمية، مثلا نعطي مثال تاع وكلاء السيارات، اليوم أصبح لهم عن طريق المنصة الرقمية إيداع ملفاتهم ومعالجتها إلكترونيا دون التنقل، ويتم الرد عليهم في أجل محددة حسب القانون الذي يسير هذه. كذلك هناك على مستوى الوزارة خلية إصغاء، هذه مهمة جدا، خلية إصغاء التي تتكفل، وهذا تنفيذا لتعليمات السيد الوزير الأول، خلية إصغاء على مستوى الوزارة وربما على مستوى كل الوزارات لتتكفل بانشغالات كل المواطنين سواء كان في الجنوب أو في الشمال أو في الشرق أو في الغرب مهما كان، وهذا احتراما للعدالة الاجتماعية دائما وتلبية لمطلب هذا المواطن ومعالجة ملفه والرد عليه وحل انشغاله إذا طلب الأمر. شكرا سيدي. سيد تغرسي، ما هي طرق تعزيز العدل؟ ضروري تغرسي. ما هي طرق تعزيز العدالة الاجتماعية في الجزائر؟
أكيد طبعا لما نحكو على العدالة الاجتماعية نحكو على العدالة الاجتماعية حتى في الاقتصاد، وهنا نحكو على من نحكو مثال بالنسبة للعقار، من غير معقول نحكو على عقار طبعا فلاحي ولا حتى صناعي دون استرجاع العقار. هنا طبعا عدم استرجاع طبعا العقار فلاحي إشكالية، لأنه لما نحكو على أرقام طبعا خيالية الأستاذ يحكي لنا، وضرورة أنه نحاول في المرحلة القادمة إلى استراتيجية زراعية مهمة جدا، نريد استقطاب الاستثمارات، ولكن لما نشوف الإمكانيات اللي موجودة في ولاية المغير ومحيطات اللي موجودة في ولاية المغير اللي تنتظر طبعا الاستثمار، ضروري أنه تكون شفافية لعرض هذه الإمكانيات وهذه الموالد. حتى بالنسبة لقانون الاستثمار اللي مهم جدا بالنسبة لإشكالية العقار في قانون الاستثمار، لأنه تقريبا نعطي في ولاية المغير نفسها كان طبعا 700 ملف محطوط على مستوى الولاية ينتظر العقار، كان فقط 10 ملفات فقط اللي قبلهم اللي مرتبطين بالعقار. وبالتالي أنه لما نعطي المنظومة مثلا رقمية ونعطي أكثر شفافية في استعمال هذه العقارات في الحصول، لأنه نحكو على عدل اجتماعي، ولكن بخلق الثروة بالمساواة طبعا يعني بتكوين مؤسسة، ولكن بالمقابل هناك أناس ينتظروا في العمل. ضروري أنه الوزارات نتاعنا تصاحب وتسرع في هذه الإجراءات باش نحقق عدل اجتماعي في منظومة فلاحية، في منظومة اقتصادية، في منظومة مالية كذلك، لأنه نرتقب عديد من الإصلاحات هذه السنة، من بينهم شفنا قانون النقد والقرض. لما نقوم بقانون إصلاح داخل قانون النقد والقرض هو عدالة، عدل لأنه راح تخفف على إجراءات بيروقراطية، راح طبعا تعطي دعم بالنسبة للمؤسسات، راح تعطي كثير من الحلول المستقبلية. نظن أنه كل القطاعات إذا ما قمنا بإصلاحات عميقة وطبعا صائبة ممكن طبعا نحقق عدالة اجتماعية داخل هذه القرارات. اللي نعطيك مثال من بين نقاط سيد رزمون سيد الوزير الأول حكى نقطة مهمة جدا مؤخرا، قال أنه هناك ضغط ضريبي، أنه من بين النقاط اللي يحكى عليها واللي عرفها من الأمم المتحدة أنه حتى الضريبة تمثل طبعا عدالة اجتماعية، كيف يمكن تقسيط هذه الضريبة باش المواطن يمكن طبعا تخفيف العبء عليه، ولما نخفف العبء عليه معناتها نخلق ثروة في المستقبل. هذا المهم جدا. احنا لما ننتقد هذه النقاط ننتقد أنه نوري الواقع وش صرا، وعلى الأقل نحث المسؤولين باش يعرفوا ماذا يمكن أن يقام في المراحل القادمة. نتحدث أيضا على مجلس الوزراء اليوم، ترأس رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون مجلس الوزراء، من بين النقاط هو التحضير لشهر رمضان اليوم، العدالة الاجتماعية، توفير كل شيء ما يحتاجه المواطن خاصة خلال الشهر الكريم. والله شوف أنا مثال لأنه كاين عمل كبير يدرخ الحكومة، ورغم انتقاداتنا مش فقط أنه إضافة بالنسبة للحكومة، ولكن المقابل أنه كاين عمل كبير يدرخ على المستوى بالنسبة لقطاعات وزارية معينة. وكان عندي لقاء طبعا مع النواب رئيس من الشعب الوطني من خلال زيارة تاعهم مؤخرا، قال أنه هناك برنامج راح يسطر، وهناك طبعا عمل ينقام على مستوى الوزارات للتحضير خاصة في شهر رمضان. تعرفوا احنا في شهر رمضان ما تعبش به في الجنة هذا. نظن أنه الحكومة ضخت أموال مهمة جدا، ولكن بكل صراحة خلينا نكون عقلانيين، ينبغي أنه نعم نوفر كل شيء بشهر رمضان، ولكن ينبغي أنه في كل سنة أموال كبيرة تضخ في الجانب هذا، ولكن ينبغي طبعا التحضير على المدى الطويل، ما نخممش على المدى القصير. بعد شهرين عن الحمل لازم يوصل 120 ألف ونستناه ونخاف وندير، وبالتالي أنه الحلول يجب أن تكون على المدى الطويل، لي طبعا كانه الشهر هذا هو شهر عادي كسائر طبعا الاشهر الاخرى. شكرا دكتور تيغرسي. السيد دروي نختم معك هذا النقاش، نروحوا الى تخصيص امر رئيس الجمهوريه بتخصيص مليار دولار للوكاله الوطنيه للتنميه الدوليه، يعني التنميه المستدامه اليوم في افريقيا والجزائر، اهميه هذا القرار. نعم، القرار اللي اصدره رئيس الجمهوريه بالامس بخصوص انعقاد الدوره 36 للاتحاد الافريقي في دعم المشاريع في دول افريقيا، انا راح اخصص لك انه المشاريع تقريبا كلها اللي تدخل في ما يسمى البنيه التحتيه، لانه الجزائر الان تتوجه نحو العمق الافريقي من خلال المعاملات التجاريه والاقتصاديه وغير ذلك بطبيعه الحال من الجانب الامني والجانب الاستراتيجي والتعاون الدولي وغير ذلك. لذلك هذا القرار بطبيعة الحال أستاذ الكريم يدخل في انتشار الجزائر داخل الكتلة الإفريقية من خلال التعاون الإنساني بطبيعة الحال، لأن هذه المساعدة في ظل هذه الظروف الاقتصادية الجد متدهورة وفي غياب أي
استشراف دقيق في ظل التوترات العالمية خاصة أزمة روسيا وأوكرانيا. بطبيعة الحال يبقى هذا القرار عنده الجانب الإنساني في دعم الدول الفقيرة إفريقيا، ثانيا إثبات على أن الجزائر انتقلت من مرحلة الدبلوماسية الأقوال إلى دبلوماسية الأفعال، والأكثر من ذلك دبلوماسية الإنجازات، لأنه عندما نقول دبلوماسية الإنجازات فأنت تتكلم عن معاملة مباشرة مع الحكومات ومع الشعوب. لذلك هذا المبلغ جد مهم في ظل هذه الظروف. نتكلم عن تحرك الجزائر الآن تكملة لما قالوا الأساتذة والأستاذ، بدأنا نخرج من التفكير والتسيير الإداري إلى التفكير الاستراتيجي بالبعد الوطني والبعد الدولي بطبيعة الحال. هذا ما يحيلنا على أن نقول الآن إذا كانت الدولة، أعود لك للعنوان أستاذي الكريم، قامت بدورها فيما يخص العدالة الاجتماعية وتوزيع الثروة، ممكن الأساتذة يعلموا أكثر مني أنا والأستاذ، 30 إلى 50% ارتفعت الأسعار العالمية للمواد الاستراتيجية. يعني الدولة مخصصات التحويلات الاجتماعية راهي زادت بأرقام رهيبة. لذلك الآن عدالة اجتماعية وتوزيع ثروة بمسؤولية الدولة، كان الآن نبحث عن لفائدة المجتمع، نبحث عن آليات للإنتاجية الاقتصادية. المجتمع يعيش استقرار، توجد فيه دائما يد الدولة تسير بشكل مباشر مع أي أزمة داخلية أو خارجية تمس بمقدرات الشعب الجزائري، الدولة تقوم بدورها. يجب الآن أن يكون فيه تكامل ما بين السلطة والشعب حتى ننتقل إلى إنتاجية اقتصادية مجتمعية أكثر منه إنتاجية مؤسساتية. يجب أن يكون كل المجتمع منتج حتى نضمن الاستدامة في العدالة الاجتماعية. إذا شكرا محمد شريف ضروي، خبير في التخطيط الاستراتيجي وتنمية المؤسسات، شكرا جزيلا على المشاركة. كما أشكر السيد خالد بن محمد وهو ممثل عن وزارة الفلاحة. كما أشكر السيد محمد مصطفى وهو ممثل عن وزارة الصناعة. كما أشكر أيضا الدكتور هواري تيغرسي خبير اقتصادي واستثماري. والشكر أيضا موصول لكم أنتم مشاهدينا ولكل الفريق التقني.